النهارده ان شاء الله بقى نروح للاهلي وبعثه الاهلي اللي هتتجه للمغرب استعدادا لمواجهه كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني اكيد بنقول ربنا يكتب الخير للنادي الاهلي، كلنا ثقه في فريقنا ان هو يفوز ونفوز كلنا باللقب العاشر. امبارح انا بتابع كده تويتر لقيت ناس كتيره كاتبه ال11 يا اهلي، فان شاء الله ده يحصل، بس عايزين نصبر شويه وندعم ونثق في فريقنا ان شاء الله هيحقق هذه البطوله ويرجع لنا بالعشره. انا كنت بعتقد ان جمله ال11 يا اهلي هتتقال بعد انتهاء المباراه وان شاء الله ينتصر فيها الاهلي. خلاص يعني في ناس لديها ثقه، انا منهم بصراحه، انا عندي ثقه كبيره باذن الله. هو احنا عموما ربنا يسهل ويكرمنا بالعشرة عشان نلحق ال11 فعلا، عشان الوقت ما يسبقناش اكتر من كده. على كل الاحوال اكيد هتكون حاجه جميله جدا ان انت تفوز بلقب مرتين على التوالي، كلنا طبعا ثقه في فريقنا وفي قدرته على تحقيق الفوز. النهارده بالمناسبه هيكون في تدريبات للفريق قبل رحلته، السفر رحلته طبعا في السفر الى المغرب، وهنتابع اكيد مع كل حضراتكم لحظه بلحظه من خلال شاشه الاهلي كافه التفاصيل، والكلام ده هيكون اولا باول، يعني مش مجرد تغطيه واحده، لا ده على مدار اليوم ان شاء الله. تغطيه اكيد مستمره على قناه الاهلي، وزي ما احنا دايما متعودين بنحاول ننقل الصوره حيه لحضراتكم.